بكل الخير والرضا، دوما بيتجدد اللقاء مع حضراتكم. بالتأكيد وإحنا بنتابع كل تفاصيل المشهد هيبقى مهم بالنسبة لنا إنه نتساءل معا. الرئيس بتاعنا في الوقت اللي بنتكلم فيه على تجهيزات كتيرة في الإقليم بتحصل، محاولة استهداف الداخل المصري قبل الانتخابات الرئاسية، يعني أمور كتيرة جدا، إزاي بيقدر يقتطع 3 أيام علشان يبقى موجود خارج مصر والمكان اللي موجود فيه هو عمان. وعمان يعني الدولة الصغيرة دي الخليجية اللي كان المفروض هيزورها من فترة وأجلت الزيارة على إثر الحادثة بتاعة بير العبد. الحقيقة مهم جدا أن السؤال ده يبقى وارد في ذهننا، لأن المتابع الحقيقي لبلده واللي مهتم بيها هيبقى عايز يعرف هي ليه عمان وليه دلوقتي وإيه اللي ممكن يبقى مطروح، علشان يبقى في فرق بين البرنامج والنشرة. النشرة هتقول لكم الكلام المعتاد، بيبحثوا في الملفات المشتركة، في العلاقات الوطيدة، في الكلام اللي من هذا النوع الدبلوماسي، ودي طبيعة النشرة. لكن في برنامج زي بين السطور احنا محتاجين نبص في الأماكن اللي الناس مش عايزيننا نشوفها شوية. علشان كده خلوني بسرعة أقول لحضراتكم إن عمان دي من أواخر القرن ال19، ومن اللحظة اللي اتعنونت العلاقة فيها ما بين هذه الإمارة الصغيرة الخليجية اللي ارتبطت ما قبل هذا التاريخ أواخر القرن ال19 بالمستعمرات الإنجليزية في الهند. يعني عمان مكان حضاري جدا، لأنه كان بيقوم كله على صيد اللؤلؤ وعلى حركة التجارة اللي كان بيعتمد عليها كل الخليج، والأساس فيها لازم يجي من المحيط الهندي. وبالتالي العلاقة الوطيدة اللي جمعت ما بين عائلات تنقلت ما بين المستعمرات البريطانية في الهند وما بين عمان سمحت إن عمان يكون عندها علاقة مميزة مع الإنجليز، مع بريطانيا. ومن أواخر القرن ال19 والحكاية خدت ملامح كتيرة قوي. يعني الإمارة الصغيرة دي مهمة جدا طبعا، أهميتها برغم إن اللي هي عندها غاز ولا عندها نفط زي باقي الممالك الغنية في الخليج، إن موقعها الجغرافي هو ده عنوان الأهمية بتاعتها. عمان إمارة صغيرة، بس الإمارة دي فورا اتحدد ليها الدور، والدور بيتوزع وفقا لكل منطقة جغرافية. يعني لو قلنا في منطقة زي منطقة الخليج هيبقى مهم جدا ناخد بالنا ان عندنا إمارة صغيرة اسمها عمان، وعندنا إمارة تانية صغيرة اسمها قطر. قطر مفيش فيها غاز كتير، وبالتالي هي إمارة غنية، فلأنها تقدر تكتفي من إنتاجها فدي تبقى الأخ الشرير باللغة العامية بتاعتنا. طيب عمان اللي ما عندهاش مدخلات اقتصادية تخليها إمارة غنية زي قطر، ده هيبقى الأخ الهادئ. ليه ما قلتيش الأخ الخير؟ لأن في توزيع دول الدور هيبقى لكل منهم دور. مين اللي حدده؟ القوى اللي كانت مسيطرة على هذه المنطقة قبل ما تخرج منها. علشان كده الدور الرئيسي لعمان أن تكون طاولة التفاوض بين كل التناقضات بموافقة كل الأطراف، يعني يبقى موجود عليها الحوثي واللي مرضي عنه من مجلس التعاون الخليجي، فالاتنين يتقابلوا على مائدة واحدة وعمان لا يتم توجيه أي اتهامات ليها. يبقى الدولة دي دورها إن هي طاولة للتفاوض بين كل المتناقضات. طيب هل المقصود إن المتناقضات دي تتعلق بطبيعة الإقليم فقط، أم أن الدور ممكن أن يتعدى ذلك لعلاقات ما بين دول الإقليم، مش بس دول مجلس التعاون، وبعض الدول خارج الإقليم زي الدول الكبرى؟ طيب يعني باختصار كده هل هي ممكن تكون زي جنيف؟ أيوة.
علشان كده مطلوب جدا ان إمارة زي الدولة العمانية لازم تبقى دولة هادئة ما عندهاش نزاعات داخلية، ما بيتمش إزكاء روح الخلاف فيها، علشان بطبيعتها كده تبقى زي سويسرا، كله يجي فيها بكل التناقضات وتحتمل كل ده. طيب لو هي عندها كل هذه الخصوصية وبرعاية بريطانية في التوقيت ده اللي مصر بترصد فيه وفقا للي شرحناه مع حضراتكم كل المشهد واتكلمنا مع بعض ليه كان لازم الرئيس يتكلم باللغة الحادة على مسرح افتتاح حقل ظهر وهو بيزهو بأن الدولة المصرية نجحت فيما أخفق فيه دول أخرى ودول كبرى أنها تتحرك لمياهها الاقتصادية وأنها تحصل على حق التنقيب وتقتلع ده، وشاورنا مع بعض على الكلام ده كله، يبقى هو رايح هناك وإيه اللي شايله معاه؟ ما هي الملفات اللي هيتم تقديمها هناك؟ المسألة فيها تفاصيل كتير، بس لأن التفاصيل دي طول الوقت هتبقى مربوطة بأشياء، خلوني أحطكم الأول في طبيعة عمان ووري لحضراتكم تقرير كده سريع، الدنيا هناك شغالة إزاي؟ إيه طبيعة هذه الدولة؟ علشان وإحنا بنفتح الملفات اللي في بين السطور بنبذل مجهود علشان نعرفها بالتحليل وبتقريب الصور بجوار بعضها البعض تبقى المسألة واضحة لحضراتكم. السياسة الخارجية لسلطنة عمان تمثل نموذجا للتعامل الهادئ وسط أمواج إقليمية وعربية متلاطمة، فعلى الرغم من وقوع السلطنة بين قطبي الصراع الكبيرين السعودية وإيران إلا أنها استطاعت الحفاظ على توازن بين المصالح المتضاربة لجيرانها وبين مصلحتها القومية. فرغم النشاط الكبير لسلطنة عمان كعضو في مجلس التعاون الخليجي وعضو في الجامعة العربية، إلا أن السلطنة كثيراً ما تتخذ مواقف مختلفة عن الخط السياسي لمجلس التعاون الخليجي وللدول العربية. ففي مارس عام 1979 وعقب توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، رفضت سلطنة عمان قرار الجامعة العربية بمقاطعة مصر، وأثناء حرب الخليج الأولى من 1980 وحتى 1988 حين وقفت دول الخليج إلى جانب صدام حسين في حربه ضد إيران، قررت سلطنة عمان تقوية علاقتها مع إيران، وعبر سنوات من الجهود الدبلوماسية قادت الوساطة التي أدت في النهاية إلى وقف إطلاق النار وأنهت الحرب بين الدولتين. ويستمر الدور العماني في نزع فتيل الأزمات، فاليوم هناك ما يمكن تسميته بالترحيب الدولي بهذا الدور العماني بعد تراجع الدور القطري كوسيط في أزمات المنطقة بسبب التدخل الأخير في شؤون الدول ومناصرتها لجماعات الإرهاب. أعتقد التقرير ألقى الضوء بالتواريخ وبالأحداث بعينها وطبيعة يعني هذه الدولة الصغيرة وقدرتها على القيام بالأدوار اللي تبقى مقبولة من أطراف متناقضة. علشان كده هيبقى مهم قوي لماذا كان هذا الاستقبال الحافل للرئيس عبد الفتاح السيسي، تزينت الشوارع ومقر الإقامة، الحياة خدت طابع مختلف. هي زيارة أولى للرئيس تقريبا وهو بيوشك على إنهاء فترة رئاسته الأولى، المسألة ما بين سطورها ما يستحق إن احنا نضع يعني عين لبين السطور هناك. خلوني يعني أذهب إلى هنا إلى يعني إلى العاصمة العمانية مسقط، وينضم إلي من هناك الصحفي محمد الجالي مراسل اليوم السابع. يعني خليني الأول بمسي عليك وعايزة أسألك في البداية إيه اللي ممكن بعيدا عن الأخبار السريعة وطريقة الاستقبال اللي استعرضناها، إيه اللي ممكن تنقلهولي من أسباب الزيارة دي؟ إحنا موجودين هناك ليه؟ مساء الخير عليك الأول وعلى كل السادة المشاهدين. ويعني طبعا يعني
التقرير اللي اتعرض والمقدمة الجميلة اللي اتقالت وهو تبسيط المعلومة للمشاهد، يعني بعيدا عن الأخبار اللحظية اللي بتبث. طبعا ده يعني جهد مشكور بالفعل. الزيارة، إذا كنا نريد أن نتحدث عن الزيارات لابد أن نعرف من هو الوفد المرافق أولا للرئيس الذي يصطحبه في الزيارات حتى يعني تتضح لنا الرؤى. الرئيس يصطحب معه في هذه الزيارة وزيرين مهمين، وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هلا السعيد، وبالإضافة طبعا إلى وزير الخارجية الذي يرافق الرئيس في كل جولاته الخارجية. هذه الزيارة لها طابعين، طابع اقتصادي وطابع سياسي. بالنسبة للطابع الاقتصادي، نحن جميعا نعرف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرتقي إلى قوة هذه العلاقات. نحن جيل تربى على برامج التلفزيون المصري التي تتحدث عن سلطنة عمان، ثم انقطعت هذه البرامج فترة، ويعني العلاقات مع سلطنة عمان هي علاقات تاريخية وقديمة، وكما أشرتم مواقف سلطنة عمان من مصر سواء على مستوى حرب أكتوبر أو في حتى في محيطها العربي من أزمة الخليج العربي وحرب العراق، كل هذه مواقف مقدرة وهي دائما ما يعني تثبت أن ولاؤها للاستقرار دائما، وهي البقعة الهادئة في هذه المنطقة الملتهبة والمشتعلة بالصراعات والتحديات، وهو يعني موقف مقدر من قبل القيادة المصرية، وإن مصر بتدعم سلطنة عمان دائما نحو الاستقرار وتبني هذه المواقف السياسية المحترمة والمشرفة. اللقاءات هنا يعني الرئيس بالفعل كما شاهدنا اليوم لابد أن نقفز على هذه الأحداث التي تبعها الجميع. الاستقبال كان يعني كانت هناك يعني حضور من جانب الموظفين في الدولة لاستقبال الرئيس السيسي في مطار مسقط بمجرد وصوله، ورأينا جميعا كيف كان الاستقبال حارا وحافلا، ويؤكد على أن مصر لها طابع خاص. حتى على مستوى الوفد الإعلامي هنا في مسقط التعامل مختلف، كل التعامل عن أي زيارات رأيناها، هم يتعاملون كإخوة وأشقاء. يعني هناك اهتمام إعلامي بهذه الزيارة، يصفون لقاء الرئيس والسلطان قابوس بأنه يعني لقاء الحكمة لما لدى الطرفين من خبرات يعني سياسية وخبرات مقدرة في التعامل مع الدول، حتى الدول الضالة والدول العاقة التي تحاول يعني أن تنجرف بهذه المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه. لكن بالفعل كان هناك استقبال حافل، رأينا كيف تم استقبال الرئيس السيسي في مقر الضيافة وفي يعني في ديوان السلطانية هنا في سلطنة عمان، والمباحثات شملت بعيدا عن تعزيز التعاون الثنائي، هناك وفد وزاري، هناك لجنة وزارية مشتركة ستنعقد في القاهرة خلال شهر من الآن لبحث المزيد من فرص العمل والتبادل التجاري. هناك لقاء غدا للرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد من رجال الأعمال يضم 40 من رجال الأعمال يعني بحث فرص الاستثمار في مصر. هناك جولات حتى على مستوى سواء مسجد السلطان قابوس غدا والأوبرا، وهناك أيضا فعالية مهمة يعني ربما تكون يعني استراتيجية سنكشف عنها لاحقا عندما تتم بالفعل. هذا فيما يتعلق بالشق طيب. الاقتصادي وقلنا طيب معلش خليني في الأول أثني كثيرا على طريقة وصفك للأمور، وإن كنت يعني بخلت علينا في نهاية الأمر بأن أنت تخصنا بحاجة من اللي بعدين هتقولها دي، لكن أنا سعيدة بالكلام اللي حضرتك بتقوله بشدة، ومبسوطة كمان من أن احنا بنشير حتى وإن كان ما عندناش حاجات نقولها كتير لسه. يعني الدكتورة هلا السعيد ده ارتكاز أساسي في نقلة الدولة المصرية، ربما كتير من المتابعين لسه ما قدروش يقفوا على طبيعة الدور اللي بتقوم بيه في إعادة هيكلة الدولة المصرية، ولما تبقى موجودة أكيد في دلالة إحنا لسه مش واصلين لها. بس يا ترى هل يعني ممكن يكون في علاقة ما بين الزيارة لعمان ثم الانتقال إلى دولة الإمارات، ومتى سيكون الانتقال من مسقط إلى أبو ظبي؟ يعني دعينا يعني ندع الأمور في نصابها. أستاذ أماني، زيارة عمان يمكن
من سنوات كثيرة ما كانش فيه زيارات لسلطنة عمان، وهي زيارة تاريخية بكل المقاييس، ستكتب في سجل القيادة المصرية وفي سجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعني لا نريد أن نقول عودة العلاقات ولكن جدد الدماء في هذه العلاقات مرة أخرى. هي زيارة تستمر 3 أيام، بحث كل الملفات المتعلقة سواء بالتبادل التجاري، أمن الخليج العربي، يعني استقرار المنطقة، الاتفاقيات والمشتركة. نشير إلى دور الوزيرة هالة السعيد هنا، لأنها يعني نحن نتحدث عن استراتيجيات، وهذا ما يؤكد على يعني رؤية الدولة المصرية في إدارة علاقتها مع ملف مهم زي دوت. يعني احنا عندنا سلطنة عمان لها علاقات متشعبة، هي رمانة الميزان في دول الخليج العربي. احنا لو هنطلع منشطة ونطلع عنوان هنقول أن سلطنة عمان هي رمانة الميزان في دول الخليج العربي، لديها علاقات مع إيران ولديها علاقات مع السعودية، وبالتالي لم يحدث أي تداخل، بل بالعكس كانت سببا رئيسا في أن يعني يتم يعني نقدر نقول حل جميع من المشكلات التي تعاني منها دول الخليج. وانت كنت أشرتي لقطر في التقرير اللي أذعتوه، بالفعل سلطنة عمان يعني خلينا نقول أنها بتتبنى سياسة محترمة يعني ينظر لها العالم كله بكامل الاحترام. الانتقال الرئيس السيسي بعد ذلك في ختام زيارته بعد غد إلى الإمارات العربية المتحدة، يأتي في إطار التنسيق والتشاور بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين مصر، الذي هذا التنسيق والتشاور لم ينقطع يوما و يعني بشكل لحظي. ربما تكون البيانات الرسمية فقيرة فيما يتعلق بنقل طبيعة هذه العلاقات، لكن في الكواليس وخلف الكواليس الإمارات ومصر بينهما يعني تفاوض ومشاورات متكاملة. طبعا الرئيس كانت رئاسة الجمهورية أصدرت يعني بيانا بعزاء الشيخ محمد بن زايد في وفاة والدتي، ومن ثم ستكون أيضا الزيارة لها شق في هذا الإطار. لكن الأهم من هذا كله هو وضع المنطقة، هو الإمارات العربية المتحدة بعد أيام قليلة ستحتضن اجتماع الحكومات، وبالتالي مصر ستكون ممثلة في هذا الاجتماع. هناك خبرات متبادلة بين القيادتين في الدولتين، والشيخ محمد بن زايد يعني دائما ما يستمع لرؤية الرئيس السيسي في بعض القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، وبالتالي الرئيس السيسي يتعامل مع القيادة الإماراتية على أنها قيادة شقيقة تدعم مصر دائما بالفعل. يعني ومن أكثر يعني هي علاقة بالفعل مميزة كما تفضلت. بشكرك شكرا جزيلا. مراسل اليوم السابع محمد الجالي يتحدث إلينا من العاصمة العمانية مسقط، شكرا لحضرتك. علشان تبقوا متأكدين أكتر أن طبيعة هذا الدور يعني له بصمة تاريخية بالفعل، لازم ناخد بالنا أن الارتباط ده ما بين نقاط الحضارة. أنا وأنا بتكلم مع حضراتكم قلت لكم أنه عمان تحديدا كانت نقطة مضيئة في الخليج وفي الصحراء العربية الكبيرة دي بتاعت شبه الجزيرة، لأنها كانت نقطة حضارية. وبما أنها نقطة حضارية ولعبت دور مهم في حركة التجارة مع ممالك قديمة، فأنا عايزة بس نتشارك معا الدور ده مع الملكة المصرية حتشبسوت. حتشبسوت الحقيقة اللي كانت بتحرك الأساطيل التجارية لمدينة ظفار العمانية علشان تحمل بالسلع اللي بيتم استخدامها في الطقوس الدينية وفي المعابد الفرعونية، وده كله كان بيأكد لنا أو بيشاور بشكل مباشر على هذه العلاقة التاريخية ما بين الحضارة المصرية القديمة ونقاط الارتكاز، خاصة أنه في طريق الحرير وفي طرق التجارة كان الاعتماد على كل ما كان يسمى بتجارة البهارات وتجارة البخور. وفي مصر الفرعونية كان كل هذه المواد العطرية مطلوبة في ممارسة كل الطقوس الدينية داخل المعابد المصرية القديمة. لازم نبقى عارفين ان عمان فيها اهم اشجار للبان، ودي من الاشجار النادرة اللي مش موجودة في اي حتة بنفس نوعية وكفاءة الانتاج العماني. خلوني يعني نروح نجاوب احنا على الاشياء اللي اثرها
محمد الجالي، واللي من موقعه هيبقى صعب يذهب إلى التحليل علشان نحط إمكانية معلومات لماذا الرئيس هناك، ما هي الملفات التي يحملها معه، وهل هذه الملفات الدولة العمانية تستطيع أن تقدم فيها إنجاز؟ هل كما يتردد أنه اليمن حتكون عنوان بارز؟ ماذا عن سوريا ولبنان؟ ما هو طبيعة الدور اللي ممكن يقوموا به العمانيين في المرحلة اللي جاية دي قريب جدا؟ والدور ده العقل المصري ده اللي وصف بأنه لقاء الحكمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان قابوس، ده له دلالة. الوصف ما بيجيش لمجرد لغة تعبيرية، الوصف لازم يبقى عنده معاني كتير ما بين سطوره. خليوني أخرج للفاصل علشان نستقبل ضيفنا، وأسيبكم كمان تتعرفوا على بعض الأرقام المهمة في عمر هذه الإمارة وهذه الدولة العمانية اللي بتعنينا جدا، لأن فيها 59,000 مواطن مصري هم من المصريين الذين يعملون في الخارج. دي نقطة مهمة في التصويت للانتخابات، دي نقطة مهمة في تعزيز الاقتصاد القادم من تحويلات المصريين في الخارج. وبالتالي وانتوا بتتابعوا الانفوجراف اللي هتشوفوه دلوقتي، هنستقبل ضيفي وضيف حضراتكم الباحث الأستاذ فادي عيد بعد الفاصل مباشرةً.